بلادي بلادي لك حب وفؤادي. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي أحييكم، محدثكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي لمباراة الثانية من نهائي بطولة الدوري العام المصري للكرة الطائرة للرجال المقامة داخل صالة الدكتور حسن مصطفى. النادي الأهلي في هذا اللقاء استطاع أن يفوز على النادي الزمالك في المباراة الأولى بثلاث أشواط مقابل لا شيء، ودي المباراة الثانية. دلوقتي الحكام الكابتن وليد الخشن والكابتن حسام أحمد، وقدامنا الفريقين بيصطفوا لبداية المباراة. نادي الأهلي طبعا من البداية بيلعب بأعتقد الأسباني فرناندو مونزو المدير الفني للنادي الأهلي، هيثبت تشكيل المباراة الأولى اللي فاز بيها ويكمل في المباراة الثانية إن شاء الله. قدامنا أهو ابتدى بأحمد صلاح طبعا نجم نادي الأهلي، وعبد الرحمن الحسيني، ومعاه حسام يوسف معد الفريق، وأيضا بيلعب بأحمد عزب. ونادي الزمالك أيضا قدامنا، ولكن في تغيير، بينزل اللاعب المحترف الصربي ميلان كاتيتش قدامنا هيلعب، وبيلعب موقة. شفنا المدير الفني البرازيلي سيدني اتفرج على كل اللعيبة اللي موجودة عنده في المباراة الأولى، نزل ال 14 لعيب، ولكن ان شاء الله فريق النادي الاهلي هيقدر ان هو يكمل مسيرة الفوز والنجاح في المباراة ويتوج بطلا لبطولة الدوري العام المصري ان شاء الله في المباراة. الان قدامنا عندنا محمد محسن، وعندنا في تغيير بسيط طلع اللاعب محمد عثمان ونزل مكانه اللاعب عبو. اعتقد عبد الحليم عبو طبعا خبرة كبيرة جدا جدا، ولعيب على درجة من الثبات، وقدر ان هو يبقى فيه بطولات كتيرة للنادي الاهلي وهو موجود داخل الملعب. اكيد حمادة عثمان موجود بره، شافوا المدير الفني الاسباني فرناندو، وهنشوف بدايه اللقاء الارسال مع النادي الاهلي. واحمد عزب قدامنا، وفي دقيقه حداد على المعد البدني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك محمد مدحت. رحمة الله على المعد البدني، وبداية اللقاء قدامنا على الإرسال أحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني في مركز أربعة. طبعا اتفضل الكابتن رضا الغزالي وتحدث عن البوزيشن. المدير الفني الأسباني حاطط حسام يوسف في مركز ستة، بادي بيه في مركز ستة، أكيد ليه وجهة نظر هنشوفها دلوقتي، وهنشوف ان شاء الله الثبات في الاداء. ارسال قدامنا احمد عزب، ارسال واستقبال، وكرة بتترفع، ورضا بيشوط، ودفنس من عزب جميل، وكرة بتترفع من حسام وعبد الرحمن الحسيني، ولكن احمد يوسف ديفنس، وبترجع سهلة، وتاني كرة سريعة في ايد موقة، وبترجع تاني، وعبد الرحمن الحسيني بيحط كرة تب ولكن بتطلع، وبترجع تاني الرضا، ورالي كورتين ثلاثة، وكرة قوية بيشوطها اللاعب الصربي كاتيتش، ولكن في ايد حائط الصد محمد محسن. وواحد النادي الاهلي لا شيء نادي الزمالك في بداية المباراة. رالي ثلاث كور، الكل بيحط الكرة وبيرجع تاني في الترانزيشن يحاول المكسب، وارسال خارج الملعب من احمد عزب. واحد
واحد. موقع تغيير طبعا كان موجود المباراة الماضية وابتدى به المدير الفني البرازيلي سيدني، ارساله مميز، لاعب ارساله مميز قدامنا اهو، استقبال وكرة بتترفع، واحمد صلاح، احمد صلاح كرة قوية جدا من جنب ايد اللاعب الليبي محمد، وبتتحط بقوة قدامنا ما يقدرش يعمل لها حاجة عبد الرحمن الشحات. سنتر بلوك نادي الزمالك، اتنين الاهلي واحد الزمالك، ومحمد محسن على الارسال، وارسال واستقبال من رضا الهو، وكرة بتترفع اوت اوف سيستم، بايظة من عبد الرحمن الشحات. الاستقبال والارسال مفاتيح اللعب، وشفنا طبعا الكلام كله كان عليهم، الارسال والاستقبال، ارسال جيد واستقبال ما كانش مظبوط، محمد محسن وارسال قوي برضو على رضا، وكرة بتيجي كده سهلة وبتتشاط من اللاعب الصربي ميلان كاتيتش من مركز 4 في مركز 5 بعيد عن ايد حائط الصد. 2 الزمالك 3 الاهلي. رضا هيكل مميز ارساله، ارسال قوي خارج الملعب، خارج الملعب، 4 النادي الاهلي 2 نادي الزمالك. قوة طبعا زي ما هنا في قوة هنا ايضا في قوة، احمد صلاح مميز جدا، احمد صلاح سبايك سيرف بقوة من اعلى، بيحط كرة قوية واستقبال من رضا، وبتترفع تاني ولكن حائط صد من عبه جيد، وتاني حائط صد، الكرة بتترفع وبيشوطها قوية عبد الرحمن، وبترجع وبيشوط كرة قوية، ولكن حائط الصد القوي المكون من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ما بيعديش من الصربي كاتيتش قدامنا، طالع في توقيت اكتر من رائع، وكرة ملهاش حتى دفنس ولا كفر عليها عشان سريعة وقوية. وتاني احمد صلاح مميز جدا بالارسال، 5 الاهلي 2 الزمالك، ارسال قوي وقدامنا اس، كرة بتنزل قدام رضا الهو ليبرو نادي الزمالك، و6 النادي الاهلي 2 نادي الزمالك. قلنا الارسالات القوية هي مفتاح اللعب، وشفنا قبل اللقاء اتكلم الكابتن رضا الغزالي وكابتن محمد كتات على الارسالات هي مفتاح لعب النادي الاهلي، اللي عنده ارسال قوي واستقبال قوي هيقدر يعمل وينفذ تعليمات المديرين الفنيين. قدامنا بيكلم عبو مستر فرناندو مونزو، بيكلمه بيقول له الكرة السريعة تبقى مفتوحة بعيد عن حسام، ما تبقاش عند ايده، واكيد ده متفق معاه بسيستم معين عشان يقدر يخلخل حوائط الصد في نادي الزمالك، لازم لعيب مركز 3 يدخل بشكل معين، اكيد متفق عليها فرناندو. وارسال تاني واستقبال من احمد يوسف، وكرة بتترفع، ورضا بيحط كرة قوية من مركز 1 ما بين مركز 1 و2 قدامنا اهو، يعني مكان حائط الصد كان فاتح شوية على الانتنة، وقدامنا الصربي كاتيتش وارسال خارج الملعب. 7 النادي الاهلي 3 نادي الزمالك.
عبد الرحمن الحسيني على الإرسال، إرسال مميز، عبد الرحمن بيحط كورة زي ما شفناها اهي وبترجع تاني، وأحمد عزب بيشوط كورة قوية وحائط صد، ورضا الهو جاب الكورة من آخر الملعب من ديفنس من رضا أكتر من رائع، وكرة تانية بتتحط وبتنزل خلف حائط الصد، رضا ما يقدرش يعمل لها حاجة أهي من فوق، أحمد فتحي معد فريق نادي الزمالك، 8 الأهلي 3 الزمالك، وتاني عبد الرحمن الحسيني إرسال قوي، وأحمد يوسف، وتاني أحمد يوسف بيشوط كرة قوية خارج الملعب. في تركيز واضح على النادي الأهلي بتنفيذ تعليمات سواء في حوائط الصد، بيلعب إرسال في اتجاه معين وحائط الصد بيبقى مركز إن الكرة هتترفع في نفس المكان، وكرة تانية من رضا وبترجع، وكرة قوية ولكن خارج الملعب من أحمد عزب، مرفوعة سريعة في مركز أربعة، واضح استقبال نادي الزمالك من بداية اللقاء مهزوز، عبد الرحمن الشحات وأحمد عزب، وكرة بيحطها بيسقطها أكتر من رائعة، حسام يوسف معد فريق النادي الأهلي قدامنا اهي، 10 الأهلي 6 الزمالك، عبد الحليم عبو على الإرسال، إرسال من أعلى بالجمب واستقبال، وكرة بتوصل أول مرة تيجي كرة كويسة، وكرة بتتشاط قوية من إيد رضا محسن، ما كانش ضامن كويس في إيده على بره، 5 الزمالك 10 النادي الأهلي، أحمد فتحي على الإرسال، إرسال من أعلى واستقبال من أحمد عزب، وكرة من 6 قوية، ولكن الحكم الثاني حسام أحمد بيقول إن عبد الرحمن الحسيني دايس على خط الثلاثة متر، 6 الزمالك 10 الأهلي، غير اتجاه الإرسال أحمد فتحي، وكرة تانية وابتدى يلعب على عبد الرحمن الحسيني، وأحمد صلاح صاحب الحلول، أحمد صلاح صاحب الحلول، كرة من مركز واحد بيحطها في مركز واحد بشكل أكتر من رائع، سريعة ملحقش اللاعب موقع إن هو يضم عليه، إرسال قوي من حسام واستقبال، وكرة بتيجي وبتتحط من أحمد يوسف وبترجع تاني بحائط صد، وكرة تانية بتتعدى، وأحمد صلاح تاني، ولكن رضا بيطلع الديفنس، وكرة قوية وديفنس ولا أقوى من عبد الرحمن الحسيني، والكرة بتتسقط، ورضا، وبصوا عبد الرحمن الحسيني في الديفنس بيجيب الكرة منين؟ عبد الرحمن الحسيني بيجيب الكرة منين؟ من الديفنس، توقع أكتر من رائع، أهو توقع أكتر من رائع من خارج الملعب، وبتيجي بيحطها أحمد صلاح بخبرة السنين، 12 الأهلي 6 الزمالك، 12 الأهلي 6 الزمالك، والديفنس مهم جدا جدا زي ما شفنا، كور بتيجي صعبة وإرسال قوي جدا، ولكن بيجي في نت الشبكة من حسام يوسف، وما زالت التقدم
للنادي الاهلي احمد يوسف، وارسال واستقبال وكره بتتحط وبتتشط بقوه من احمد عزب من مركز اتنين في مركز واحد. برافو يا احمد، قدامنا اهو ارسال مميز. بقوة بتتحط قدامنا ما بين حائط الصد، احمد عزب سبايك كرة قوية، وشايفين الارسالات قوية، الاستقبال بتاع نادي الزمالك بيتهز وبيرجع تاني الكونتر وبتتحط بشكل قوي، ويوسف بيحط كرة قوية من مركز ستة خارج الملعب، ما لمستش ايد حد وشايطها كانها تيجي في ايده على بره خارج الملعب. قدامنا اهو اربعتاشر الاهلي سبعة الزمالك، وده تايم اوت بيطلبه المدير الفني لنادي الزمالك سيدني بابكي، هو المدير الفني لسه مستلم مهام الفريق من المباراة الماضية، وشايف الليبي محمد ابو البابا خارج اهو قدامنا خارج التشكيل، والنادي الاهلي بينفذ تعليمات، وفي كلام ما بين محمد السيد المدرب العام وعبد الحليم عبو في حوائط الصد. تظبيط حوائط الصد في بداية المباراة مهم جدا، وإرسال واستقبال وكرة بترجع وكرة قوية بتتضرب من اللاعب موقع بتيجي في ايد حوائط الصد وداخل الملعب. محمد مهدي موقع على الارسال، ارسال قوي واستقبال وكرة بتترفع وبتتعكس لاحمد صلاح وبتتضرب في نفس المكان. اعتقد ظهر في خلل واضح جدا في حوائط صد نادي الزمالك، وحسام بيقدر يتلاعب بالحوائط الصد بشكل جيد. ارسال من محسن خارج الملعب. تسعة الزمالك 15 الاهلي. طبعا بيحط ارسال فيه ريسك ولكن خارج الملعب. معلش رضا هيكل على الارسال، ارسال قوي واستقبال قدامنا اكتر من رائع، وكرة قوية جدا بيشوطها عبد الحليم فهيم عبو بقوة من فوق حوائط الصد في مركز ستة، ما يقدرش يعمل لها حاجة ولا حائط الصد ولا الديفنس. اهو احمد يوسف فوجئ بالكوره، احمد صلاح على الارسال، ارسال قوي بيسقط كوره بيستقبله احمد يوسف، وكوره تانيه بتتضرب وتفنس ولا اجمل من صلاح، وبتيجي اوت اوف سيستم وبتنزل عند المعد، وكوره تانيه بتشاط في ايد خارج الملعب خارج الملعب. السربي ميلان كاتيتش بالرغم ان هو استقباله جيد الى حد كبير، ولكن هجومه ما نقدرش ان احنا نقول هجومه قوي. اعتقد ان هيبقى في تغيير لازم، هيغير المدير الفني البرازيلي سيدني. احمد صلاح على الارسال وكره قويه وبترجع بتترفع، وهو زي ما قلنا التغيير تم ودبشه نزل، وكره تانيه وكره سريعه من عبد
عبد الرحمن الشحات لاعب نادي الزمالك في ايد حائط الصد عبد الحليم عبو وخارج الملعب اهي. طبعا ننزل دبشه او قدامنا مصطفى ابراهيم دبشه لاعب مركز اربعه في صفوف نادي الزمالك. وطبعا كان عايز يلعب ارسال سبايك ولكن الكره خبطت في رجله وده طبيعي. كره ثانيه واحمد يوسف بيحط كره قويه في حائط الصد وخارج الملعب بيعدل بيها النتيجه 11-17. تاني دبشه يلعب ارسال سبايك المره دي وارسال قوي خارج الملعب 18 النادي الاهلي 11 نادي الزمالك. وتركيز وشايفين بقى عنصر الخبره كابتن احمد صلاح بيكلم عبد الرحمن الحسيني عشان ارساله بيسقط كوره تيجي في الشبكه 12 نادي الزمالك 18 النادي الاهلي. عبد الرحمن الشحات على الارسال ارسال واستقبال وكوره بتترفع وبتتشط بقوه من فوق حوائط الصد ما يقدرش الديفنس يعمل لها حاجه و 19-12 اهو. احمد عزب مقدم قوي دبشه عبد الحليم ارساله مميز وكوره وبتترفع ورضا هيكل يشوط كوره من مركز واحد قويه في سن التأخير عند محسن ولكن الكرة سريعة. أحمد فتحي واستقبال من عزب وأحمد صلاح وكرة بتيجي في إيد رضا الهو وخارج الملعب. بيلعب شريف الشرقاوي في الديفنس ورضا الهو في الاستقبال وسام يوسف ورضا بيستقبل وكرة بتترفع وبتتشط بقوة من دبشة في ايد حائط الصد وبتنزل في الملعب من مركز ستة 14 نادي الزمالك 20 النادي الاهلي. وما زال الارسال مع احمد يوسف ارسال في الشبكه واضح نادي الزمالك ارسالات كتير بتضيع والاستقبال مش مظبوط. ده من المباراه الاولى وبرده لازم نقول ان ارسالات نادي الاهلي قويه. قدامنا اهو الكرة ما بتوصلش على ايد المعد وبتطلع وبيعتمد على الكور اللي هي اوت اوف سيستم وبترجع تاني وعبد الرحمن الحسيني بيشوط كرة بخبرة كده في ايد حائط الصد وجوه الملعب. احمد عزب على الارسال مازال ارسال قوي قدامنا ولكن خارج الملعب 22 الاهلي 15 الزمالك. وموقع على الارسال
ارسال قوي واستقبال وكوره وصلاح بكوره سريعه جدا. في اعتراض قدامنا اهو. بصوا الارسال قوي والاستقبال طالع على راس المعد. وبينزل عصران محمد عصران. ارسال مميز مكان محسن. هيلعب ارسال في ريسكي طبعا اكيد الاسباني فرناندو مونزو ايلو. كوره اهي قويه وكرة بتطلع وكرة بتيجي في نت الشبكة. طالما الاستقبال مش مظبوط ما بيقدرش يتعمل هجمة منظمة. وبيطلع أحمد فتحي وبينزل اللاعب ياسين محمد. عصران تانية على الإرسال. ارسال قوي ولكن في الشبكه. 16 نادي الزمالك 24 النادي الاهلي ونقطه تفصل النادي الاهلي عن الشوط الاول ان شاء الله. رضا هيكل ارسال قوي واستقبال وكره تانيه بتيجي وعبد الحليم فهيم عبو بيحط كرة. هي دي اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية الشوط الاول بعيدة عن حسام يوسف اهي سريعة مفتوحة بيحطها بقوة من فوق. فاصل ونراود معكم الحوار حول مباراة الاهلي والزمالك في مجمع صالة الدكتور حسن مصطفى. الشوط الأول من لقاء النادي الأهلي ونادي الزمالك بفوز النادي الأهلي 25-17 في لقاء زي ما شفنا وزي ما اتفرجنا بإرسالات قوية جدا وحوائط صد ولا أقوى ولا أروع من النادي الأهلي سواء من لاعبين مركز ثلاثة أو اللاعبين الأطراف اللي موجودين أحمد صلاح وحسام يوسف وأحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني. وشفنا قد إيه نادي الزمالك باستقبالاته المش منظمة بيقدر بيلعب أوت أوف سيستم كتير وما بيقدرش يعمل هجمات منظمة وسناتر البلوكات غير مفعلين في بداية الشوط الأول. بداية الشوط الثاني قدامنا غير البوزيشن البرازيلي سيدني بابكي وحط المعد أيضا في مركز ستة المعد ياسين محمد. وقدامنا احمد يوسف على الارسال. ارسال من احمد يوسف واستقبال من محسن وكره بتيجي قويه بتتحط بليس وياسين بيعلي كره بتتشط بقوه من اللاعب مصطفى ابراهيم دبشه في حوائط الصد وخارج الملعب. ياسين محمد عنده ميزه احسن شويه كورته بتبقى عاليه او فيها كيرف فلازم حوائط الصد تبقى مختلفة. كرة تانية من عبد الرحمن الحسيني وكرة من أحمد صلاح وابتدى يبقى فيه قدامنا حوائط صد ومن هنا ومن هنا حوائط صد ولكن رضا هيكل بيشوط كرة قوية خارج الملعب. واحد 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 النادي الأهلي واحد نادي الزمالك. محسن على الإرسال
من مركز خمسة بيلعب إرسال قوي واستقبال وكرة قوية وكرة تانية بترجع وبتتشاط بقوة داخل الملعب. يمكن دي تالت كرة بتتضرب من نادي الزمالك في شوطين سريع. شفنا الاستقبال لما اتظبط بقى فيه هجوم من نص الملعب. محمد مهدي موقع على الارسال وزي ما قلنا الشوط الاول ارساله قوي اهو واستقبال وكرة شايفين الكرة جاية راجعة بسهولة وتاني وكرة قوية ولكن حائط صد من عبد الحليم فهيم عبو قوي جدا بياخد كرة من مركز ستة من احمد يوسف اهو واقف مستنيه. صخرة صلبة قوية ما بيتهزش بسهولة شايف وقاري ان الكرة هتترفع في ستة بحائط صد قوي. احمد صلاح ارسال قوي واستقبال ابتدى يتهز وكرة تانية بترجع ولكن ديفنس ولا اجمل من احمد عزب وعبد الرحمن الحسيني بيحط كرة قوية من مركز اربعة بيحطها في مركز ما بين أربعة وخمسة قوية بتلمس حوائط الصد وخارج الملعب. هو ده التركيز واللعب تحت ضغط واضح جدا في صفوف النادي الأهلي. أحمد صلاح الكابتن طبعا ونجم النادي الاهلي ومصر واستقبال وكره بتترفع ودفنس ولا اجمل وبترجع تاني قويه وحلوه من حسام وبتسقط وبرده عبد الحليم بيجيبها وصاحب الحلول احمد صلاح وبترجع تاني ورضا بيعدي كره قويه وبترجع وبيرفعها صلاح وبتتزق قويه من عبد الرحمن الحسيني في ايد حائط الصد. شايفين الرالي كورتين ثلاثة رايحين جايين فيهم تركيز وفيهم تقليل اخطاء بيحطها في ايد رضا وداخل الملعب عبد الرحمن الحسيني. وفي اعتراض من رضا هيكل على الكرة اللي فاتت. تركيز واضح جدا على فريق النادي الاهلي. اربعة النادي الاهلي اتنين نادي الزمالك. اربعة اتنين وارسال قوي واستقبال وكرة بترجع وقوية بتتضرب بهجمة مرتدة كونتر اتاك من عبد الرحمن الحسيني في ايد حائط الصد وخارج الملعب خمسة الاهلي اتنين الزمالك. الاستقبال والارسال مفتاح اللعب. كور قوية من نادي الاهلي والاستقبال مش مظبوط من نادي الزمالك و الترانزيشن او الكونتر اتاك بيجي بقوه. ارسال واحمد صلاح تاني وكره بتيجي ودبشه بيشوط كوره ولكن حوائط الصد خلاص عارفه مين اللي هيضرب وهيضرب فين مستنيينه. طول في رياضه الكره الطايره مفيش سيستم ما بيقدرش الفريق يقدر يعمل هجمة. اهو عبد الحليم عبو مفتاح لعب المباراة الثانية قدامنا. حوائط صد وضرب وطبعا سيدني لازم ياخد تايم اوت. ستة اتنين شوط تاني ابتدى يفرق كتير جدا في حوائط الصد والارسالات من الاول موجهة
كمل كمل ما نقعدش كمل كويس كويس يلا حسين ها ها دي العزيمه دي الاراده دي روح الفوز والمكسب كله بيتكلم بايجابيه شديده جدا لازم نكمل الفرق لازم يبقى اكتر من كده ارسال اهو احمد صلاح ارسال قوي ولكن خارج الملعب على الارسال رضا هيكل ارسال قوي وكرة واستقبال وبتترفع وبتتشاط من عبد الرحمن الحسيني وبترجع تاني ومن ستة ومستنيينها ديفنس وكرة سريعة وبترجع تاني وتاني كرة بتتحط من عبد الرحمن وكرة ولا أجمل من عبد الحليم فهيم عبو بيحطها جميلة جدا قدامنا اهو شايفين طبعا سيدني في الشوط الثاني محمد مجدي الجون سنتر بلوك نادي الزمالك مش لاحق الكوره من ارتفاعها وسرعتها ارسال قوي ورضا بيستقبل وكوره ثانيه ورضا هيكل بيشوط كوره قويه في اتحاط الصد وبتيجي خارج الملعب بيحاول يقلل الفارق نادي الزمالك أربعة الزمالك سبعة الأهلي والصربي ميلان كاتيتش على الإرسال وإرسال قوي واستقبال ولا أجمل وكرة بتتحط ولا أحلى وأحمد عزب بيشوط كرة سريعة من مركز أربعة من جنب ايد حواط الصد في مركز ستة اول ما الاستقبال بيظبط مع حسام بيسرع الكرة على الاطراف بشكل اكتر من رائع عبد الحليم فهيم عبو وارسال وكرة تانية وبتتشاط ودفنس وبترجع تاني وعزب بيشوط كرة قوية اوت اوف سيستم عملها بشكل ممتاز في ايد ياسين وخارج الملعب قدامنا اهو شايفين الكرة جاية منين محتاجة تركيز شديد واستقبال من يوسف وكرة قوية وتفنس من حليم ولا أجمل وبترجع تاني من محسن وبيقلب كرة من واحد وتفنس شايفين الديفنس من هنا ومن هنا وكرة ولكن خارج الملعب من أحمد يوسف ياسين محمد المعد طلع ديفنس قدامنا بصوا أهو محطوط بصوا طلعها على طول هو اللي رافعها وهو اللي طلعها وبترجع تاني وكرة من يوسف ولكن خارج الملعب وقدامنا عشرة أربعة وتركيز شديد 11 أربعة وتركيز شديد من لاعبي النادي الأهلي ارسله قدامنا شايفينه اللي احنا اتكلمنا فيه الاستقبال نادي الزمالك واضح عليه جدا قوة ارسالات النادي الاهلي مأثرة على استقبال نادي الزمالك طبعا و تايم اوت بيجري المدير الفني البرازيلي سيدني المدير الفني لنادي الزمالك بيتكلم معاهم على الفارق اللي موجود في الاستقبال ما بين اللعيبة فاللعيبه بتسيب الكور لبعض الناحيه الثانيه طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي سواء
الاسباني فرناندو او محمد السيد المدرب العام او محمد الحسيني، كله بيدي تعليمات علشان يكملوا على الضغط اللي حاطينه من الشوط الاول. وطبعا تغييره اجراها سيدني، تغييره جوز خيل علشان يقوي صفوف الهجوم عنده، نزل مروان الصافي وطلع ياسين، اهو مروان اول كوره يشوطها، وطلع رضا هيكل ونزل مكانه احمد فتحي، بيستفيد بثلاث ضاربين على الشبكه. وعلى الارسال محمد مجدي الجون، واستقبال وكوره كده جت ما بين الحسيني وعزب، بارسال اهي ستة الزمالك 11 الاهلي، وارسال تاني وعزب بيعلي الكرة وبتجيله وبيشوط عزب بقوة، صاحب الاوت اوف سيستم بشكل جيد جدا، بيعرف يتصرف، لاعب فعلا بمواصفات خاصة. قدامنا اهو دي تاني كرة اوت اوف سيستم تجيله، بيطلع يخلصها من بين ايد حوائط الصد، واستقبال وكرة سريعة قوية ودفنس، ولا اجمل من حسام، ولكن الحكم الثاني حسام احمد بيتكلم بيقول خطأ على محسن، رفع الكرة، الكرة لفت على ايده، معلش. وسيدني ما زال مثبت التغييرة، مروان الصافي على الإرسال، إرسال سبايك خارج الملعب، أحمد عزب إرساله قوي ومميز، 13-7، ارسال قوي واستقبال من يوسف، وكره بتترفع، ومروان بيشوط كوره بتيجي في نت الشبكه وبتنزل في مركز ستة من جنب ايد حوائط الصد. قدامنا اهو بتغير اتجاهها، 8 الزمالك 13، واستقبال وصاحب الحلول، صاحب الحلول حسام يوسف بيشغل لعيبة منتصف الملعب محمد محسن بشكل جيد، اهو بيشوط كرة قوية، وعلى الارسال محمد محسن، ارسال واستقبال من رضا وكرة، ومروان بيشوط كرة برضه في نفس المكان من جنب ايد حوائط الصد، تاني كورة، قدامنا محمد مهدي موقة، ارسال قوي واستقبال ولا اجمل، وكرة بتترفع وبتتشاط ولكن خارج الملعب من عبد الرحمن الحسيني، ابتدى يبقى فيه الفارق يقل شويه، استقبال طبعا من الكوبي جارسيا بشكل جيد، تايم اوت طبعا لازم يجريه
الاسباني فرناندو مونزو علشان يرجع تاني للسيستم اللي كان بيلعب فيه الاستقبال، والكور تبقى مظبوطة ويشغل نص الملعب ويريح لعبة الاطراف ويدي الشغل اللي شغال بيه من اول شوط يرجع تاني النادي الاهلي. بيقول اهو مفيش مشكلة خالص. طبعا صلاح عنصر من عناصر الخبرة الكبيرة داخل صفوف النادي الاهلي لا غنى عنه. بيقدر يعني يظبط الفريق بشكل جيد جدا. ارسال قوي واستقبال وكوره سريعه وبتتضرب. تاني كوره بيحطها عبد الرحمن الحسيني بقوه شديده جدا خارج الملعب. وبيطلع وبينزل مكانه عصران، محمد عصران، ومو على الارسال، وارساله قوي وكوره بتتحط وبتترفع وعصران بيشوط كوره بيحطها بايده وبترجع له تاني وبتتشاط، ولكن محمد مجدي الجون بياخد حائط صد بشكل جيد من الكوره اللي فاتت لازم كانت تتقلب، ولكن حسام بيلعب على فتحي المعد في مركز اتنين فبيرفع عنده. كرة تانية اهي قدامنا اتقلبت تتحط خارج الملعب. كده كده ثلاث كور اربع كور بيتحطوا بعدم تركيز، والفارق قل بعد ما كان ستة وسبعة بونت قل إلى نقطة واحدة. محمد مهدي وكورة خارج الملعب. و15 13 ولسه النقطتين دولت الارسال ان شاء الله يحاول يعمل الفارق. احمد صلاح ارسال واستقبال، الكرة بتترفع وبتتشط بقوه وتفنس ولا اجمل وبترجع تاني، وعصام بيحط كرة قويه وبترجع بتفنس من احمد يوسف، وكوره بتتشاط بدون حوائط الصد. في اعتراض طبعا قدامنا دبل لفه كتير، ولكن احنا بنلعب على صفاره الحكم مفيش اعتراض على حاجه، خلاص هو اللي شايف. 14 15 هي بتلف فعلا ودبل، ولكن الحلول الحلول من عبد الحليم فهيم عبو من مركز 3 كرة قوية بتتضرب في مركز 6 من فوق حوائط الصد. تاني الاستقبال لما بيتظبط اهو من عصران شاط كرة قوية ملهاش ديفنس. صعبة صعبة ان هي ترجع. 16 الاهلي 14 الزمالك، وتاني عصران على الارسال، وفي الاعتراض في كارت اصفر. وحسام يوسف طبعا كابتن
يعني بيتكلم مع وليد الخشن حكم الدولي، ولكن كرة كانت واضحة جدا ان هي دبل، وكرة قوية وبترجع وبتتحط كده وبترجع تاني وسريع ودفنس ولا اقوى وبترجع ولكن خارج الملعب. جت في ايد الكوبي جارسيا، رامدر جارسيا، وطلعت بره. وشوفوا عزب بيتقاتل على الكوره. ارسال قوي واستقبال وكوره واحمد صلاح ودفنس، ولكن حوائط الصد واضحه جدا اهو. الحلول العبوا العبوا، هو مركز اهو. لمس العصا الهوائيه احمد يوسف، عبد الحليم، فهيم عبو، ارسال واستقبال من يوسف، وكره سريعه وبدبل بلوك وبترجع تاني وحائط صد ودفنس وبتترفع لصلاح، ولكن بتعدي، وكره تانيه ليوسف وحائط صد قوي وبترجع تاني ودفنس في ايد عبد الحليم عبو وخارج الملعب. ثلاث كور فرالي بيشوطها احمد يوسف. اهو، وما بيستسلمش ابدا. كره واثنين وثلاثه، وحسام حاطط ايده وقافل الزاويه كويس جدا، ولكن الكره الثالثه معلش، وارسال خارج الملعب 18-16. وشايف احمد صلاح بيهدي الملعب بشكل جيد. مهم جدا مهم جدا تهدئه الملعب. حسام يوسف ارسال قوي واستقبال، وكره بتترفع وبين سته وبترجع تاني وبيركبها عاد وبيرجع تاني كوره وبتيجي في ايد صلاح وبيزقها تاني حسام، وبترجع سريعه وبتتضرب من محمد مهدي موقه من مركز ثلاثه، يعني بعيد عن ايد حائط الصد. بيطلع محسن وبينزل حماده عثمان. حماده عثمان لعب المباراة الماضية اللي فاز بيها النادي الأهلي، وبلوكه وضربه جيد جدا. وأيضا سيدني عمل تغييرة، طلع المعد والضارب ونزل المعد والضارب رضا هيكل وياسين، وطلع مروان الصافي وأحمد فتحي. بيستغل الثلاث ضريب الطوال على الشبكة، وكرة واستقبال وكرة قوية من أحمد عزب، ولكن في إيد يوسف وداخل الملعب أحمد يوسف. تمنتاشر تمنتاشر. بيشاور له طبعا على السكرين، بيلعب الارسال واحمد عزب، وكره قويه وبيشوط كره ولا اجمل ولا اقوى، عصران من سته وبترجع تاني. ورضا هيكل وبيشوط المره دي كره بالتريبل بلوك في ايد واندر وخارج الملعب. واول تقدم في الشوط الثاني 19 18. ده يعني التقدم وتايم اوت بيجريه المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو في بدايه التقدم. وانا شايف
الفارق كان 8 نقاط وكان في تقدم واضح جدا جدا جدا. بيقول لك احنا لازم نهدى عشان نقدر نجيب الشوط، احنا اصلا فايزين 1-0 فمحتاجين نهدى ونلعب، وده انا شايف ان هو بيهدي الفرقه بتاعته بشكل جيد جدا. التسرع في المكسب ما بيجيبش مكسب ابدا، لازم يبقى فيه هدوء زي ما ابتدينا. اهو استقبال وكوره، وكوره قويه ودفنس ولا اقوى، وبترجع تاني واحمد صلاح بيحط كوره طبعا جايه عكس اتجاهه. 20 الزمالك 18 الاهلي. واعتقد لازم يبقى في تغيير هيجريه مستر فرناندو مونزو. نزل عبد الله عبد السلام مكان حسام يوسف. 20 الزمالك 18 الاهلي. عبد الله عبد السلام يقدر يرجع الفارق بسهوله، نجم كبير. كوره وبتترفع وبتتشط بقوه، وزي ما قلت لكم عبد الله عبد السلام يعرف يرجع الفارق بسهوله. 19 الاهلي 20 الزمالك بكوره قويه شاطها حماده عثمان من الدور الثاني اهو من فوق حوائط الصدر، محدش يقدر يعمل لها حاجه. وارسال قوي وكوره ثانيه وبتتحط وحائط صد قوي من عصران وبتيجي قويه، وده اللي انا بتكلم فيه، ده اللي انا بقوله. حماده عثمان وعصران وكده عنصر الخبره زاد وكور هيقدروا يعدوا النقطتين دولت بسهوله. 20-20 احمد عزب ارسال واستقبال وكرة بتترفع وحائط صد قوي جدا، ولكن الكرة بتتشاط من احمد يوسف من فوق حوائط الصد خارج الملعب. 21 الاهلي 20 الزمالك. ارسال تاني وحائط صد اهو، وكرة بتتجاب ورضا وحائط صد بيرجع، وكرة تانية وحائط صد، ولكن في حائط الصد وفي اعتراض. وبيرجع الملعب في اعتراض تاتش اهي واضح. اول واحدة ونشوف التانية كده كمان اهي. فيها كلام. الكورة طبعا 22 الزمالك 21 الاهلي. احمد يوسف وكره قويه وعصام بيشوط كره ولا اقوى، وكره تانيه من عبد الله عبد السلام حاططها من فوق راسه احمد صلاح شايطها بقوه بيعدل بيها النتيجه 22-22 سريعه. ما يقدرش السنتر بلوك يضم مع احمد صلاح عشان لو ما طلعش مع حماده عثمان هيرفعها له عبد الله عبد السلام. وكره ثانيه حماده عثمان وارسال وكره بتترفع وشوطه ودفنس ولا اجمل
وعبد الله بيعدي الكرة وكرة قوية بتشاط، ولكن عصران بيحطها خارج الملعب من فوق عايز يسقطها. 23 الزمالك 22 الأهلي، نقطتين مهمين جدا. محمد مهدي موقة وعبد الحليم عبو على الإرسال أهو في مركز ثلاثة، وبيطلع كرة قوية وبترجع تاني وبتتشاط بقوة، ولكن حائط الصد المكون من رضا هيكل ومحمد مجدي الجون واقف لعصران. اهي كرة اترفعت بتيجي في ايد عصران بعد حائط الصد. 24 الزمالك 22 الاهلي، دخل نادي الزمالك مع النادي الاهلي في المباراه بعد ما كان في 6 نقاط 7 8 نقاط كمان فارق. ارسال قوي خارج الملعب. 23 الاهلي 24 الزمالك، وما زال احمد صلاح على الارسال، وارسال مهم جدا. نسبة كبيرة ارسال اهو بيعدي، هيدي الرضا هيدي الرضا، وكرة واضحة جدا عصران بحائط صد ولا اجمل، بيرجع الشوط الثاني للنادي الاهلي، واضحة ان هو هيدي الرضا، ولكن حائط صد قوي جدا ما بين عصران وعبد الحليم عبو قافل صح جدا. احمد صلاح ارسال قوي احمد صلاح، واستقبال من يوسف، وتاني رضا وبيسقط كوره واندر، وعصران بيحط كوره في ايد رضا وخارج الملعب. في هدوء وثبات من اهو، شايفين عبد الله مديله كوره يعمل فيها اللي هو عايزه. خمسة وعشرين الأهلي 24 الزمالك، واعتراض واضح جدا، ولكن الكرة ما لمستش عصران واداله كارت طبعا، زي ما بيدي هنا كارت بيدي هنا كارت. واضح جدا ثبات صلاح وعبد الله في الشوط الثاني بعد الفارق، واستقبال وكره ثانيه وبتتحط وتفنس سهل، وتاني عصران بيشوطها بقوه وبترجع اهي وبتعدي سهله، وعبه فين؟ عبه فين؟ في الاوت. عاملها بشكل جميل جدا عبد الله عبد السلام من فوق حوائط الصد، لو حطها في الملعب كنا خلصنا الشوط الثاني. دي بتاعتك يا عبو، معلش عامل زيها كتير. كرة تاني وارسال وخارج الملعب، سهلها علينا رضا هيكل خارج الملعب. 26 الأهلي 25 الزمالك،
وعصران على الإرسال. وإرسال واستقبال وكورة في أربعة وحائط صد وكورة بتتشط في زاوية صعبة ما توقعهاش أحمد عزب. وأول كرة بيشوطها السربي كاتيتش بشكل جيد من جنب يد حوات الصد أهو. واستقبال وكرة قوية وعزب بقى صاحب الحلول اللي بيعدي الكرة من بين إيد حوات الصد ومن فوق ياسين محمد بشكل جيد. 27 الأهلي 26 الزمالك أهو. عبوا على الإرسال، إرسال مهم جدا. واستقبال وكورة في أربعة وأحمد يوسف ويلا يا عزب. ولكن عصران بص محدش يعمل الكورة دي غير عبد الله عبد السلام من ستة في وقت صعب جدا بينهي الشوط الثاني 28-26 صاحب الحلول في أوقات صعبة جدا. ويبقى كده اتنين الأهلي لا شيء الزمالك في وقت قاتل جدا. فاصل ونعاود معكم مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام المصري. انتهى الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي ونادي الزمالك بفوز النادي الأهلي 28-26 بصعوبة شديدة جدا بعد ما كان الشوط الثاني فارق 8 نقاط 13-7 للنادي الأهلي. وقدر بفضل لعيبة الخبرة اللي موجودة داخل صفوف النادي الأهلي ان هو يفوز في نهاية الشوط 28-26 في لقاء ولا أقوى ولا أجمل. أنا شايف الشوط الثاني ده أجمل شوط موجود من المباراة الأولى والمباراة الثانية. اتلعب بشكل جيد سواء من لعيبة النادي الأهلي أو لعيبة نادي الزمالك، ولكن التركيز والتعليمات وتنفيذ تعليمات المدير الفني الأسباني بشكل جيد جدا. بيحاول يغير الروتيشن البرازيلي سيدني، ولكن اللعيبة مركزة معاه وتغييراته. قدر يقلل الفارق، ولكن برضو النادي الأهلي عمل تغييرين بشكل جيد جدا. ثلاث تغييرات، حمادة عثمان، عصران، عبد الله عبد السلام. أحمد عزب على الإرسال. شوط ثالث من عمر اللقاء قدامنا. عبو وقدامنا أحمد عزب وإرسال سبايك من أعلى قوي واستقبال وكرة تانية. ورضا بيحط كرة قوية من جنب ايد حاط الصد في الخط. واحد لا شيء. شايف لعيبة نادي الزمالك دخلت في مود المباراة كده واحدة واحدة. محمد مهدي موقع على الإرسال. إرسال قوي سبايك من أعلى سريع واستقبال. الكرة بتترفع وعبه بيشوط كرة قوية من فوق إيد حائط الصد وداخل الملعب. واحد واحد.
نادي الأهلي مميز بلاعبين مركز ثلاثة، معلي نسبة الأطوال. حمادة قدامنا اهو، وعبوا على الإرسال، وكرة قوية ولكن خارج الملعب، مش هيقدر يواكب حوائط الصد من مركز ثلاثة. أهو لف خارج الملعب. اثنين الأهلي واحد الزمالك، وما زال عبد الحليم. عبوا على الإرسال، وإرسال واستقبال، وكرة بيشوطها يوسف قوية، وبترجع عبد الله بدفنس جيد وبتترفع، وصلاح بيحطها ودفنس برضه من رضا، وبترجع تاني، واحمد يوسف بيحط كوره كده في ايد حائط الصد، ولكن احمد صلاح مركز بياخدها منه بلوك بشكل جيد. ثلاثة الاهلي واحد الزمالك. بيطلع يوسف وبينزل مكانه مصطفى ابراهيم دبشه. لا بديل شوط، والدوري للاهلي ان شاء الله. استقبال وكوره وبتتشاط وبترجع بدفنس جيد، كوره بتترفع، واحمد صلاح بيحط كوره قويه ودفنس برضو، ورضا ولكن خارج الملعب، خارج الملعب. اربعه النادي الاهلي واحد نادي الزمالك. وكور كده واضحه، شايفين قافلين حوائط صد، ما قداموش حل غير انه يحطها في الزاويه وتطلع منه خارج الملعب. مكسب لنادي الاهلي. حماده عثمان طبعا في استقبال، وكره قويه وبتتشاط من جنب ايد حائط الصد. اتنين الزمالك اربعه الاهلي. قدامنا الكرة قوية، واللاين زمان بيقول داخل الملعب، ولكن الحكم الأول وليد الخشن بيقول خارج الملعب، وهو صح. وليد الخشن حكم دولي، هو صح اهي، واضحة جدا خارج الملعب، ولكن برضه اللاين زمان ممكن يبقى صغير ومش واخد باله ومش مركز، والاعتراض ولكن في غير محلها بعد ما اتعادت واضحه خارج الملعب. وفي تشجيع كده داخل الملعب، واحمد صلاح على الارسال، وارسال قوي واستقبال من دبشه، الكره بتجيله وبشوطها قويه في ايد حائط الصد وخارج الملعب. ثلاثه الزمالك خمسه الاهلي. مصطفى ابراهيم دبشه، وارسال واستقبال، وكره قويه، وحماده عثمان بيرد بقوه من جنب ايد محمد مجدي الجون، بيعرف يلعب بشكل جيد جدا عبد الله عبد السلام بسناتر البلوكات اللي موجوده معاه، بيشغلهم بشكل اكتر من رائع، وارسال وكره بتيجي وبتترفع، وكره قويه بيشوطها الصربي ميلان كاتيتش، ولكن في حائط الصد عبد الله
وحمادة عثمان وداخل الملعب اهي. قافلين الملعب بشكل جيد جدا. شايفين بينط فين عشان يوصل له. يعني المحترف الكوبي يندر جارسيا وتايم اوت طبعا 7-3 بيجريه المدير الفني البرازيلي لنادي الزمالك سيدني بابكي. و تركيز واضح من الجهاز الفني للنادي الاهلي سواء من مستر فرناندو او محمد السيد ومحمد الحسيني. ودي الكره اللي عليها خلاف اللي احنا اتكلمنا عليها وهي فعلا اوت سايد مش ان سايد واضحه. وشكرا للمخرج طبعا جابها لنا بشكل جميل. ارسال عصران وخارج الملعب. محمد مجدي الجون على الارسال. ارسال من اعلى واستقبال وكره بتترفع وسريعه قويه ماشيه بسرعه وبيحطها احمد عزب بشكل اكتر من رائع في اتحاط الصد وخارج الملعب. عصران استقبال جيد وكره من فوق على طول محدش يلحقها. بيسرع كوره بسرعه عبد الله وكوره ثانيه وكوره قويه بتتحط من جنب يتحط الصد. ولكن اللاعب الصربي كاتيتش مش بيشوط في الخط كتير واحنا برضو بنطلع ساعات بنقفل له الخط فبيبقى الزاويه قدامه مفتوحه. دي تاني كوره يشوطها زاويه وهو بيسجل فرناندو مونزو. واستقبال وكوره وعصران بيشوط كوره من سته قويه ولا اقوى ولا اجمل من كده محدش يقدر يعمل لها حاجه. برضو عبد الله عبد السلام استقبال عبه داخل بكل قوته وطالع معاه السريع وراكب كره قويه جدا موقه وبترجع تاني وبتتحط وتفنس وبتتقلب لاحمد صلاح من عبد الله عبد السلام. صعبه جدا بيقلبها بشكل غير طبيعي. الملعب كله راح على انها هتترفع في اربعه وقلبها عبد الله في اتنين قويه والديفنس اجمل. وتاني اهو شايفين الاعاده كره بتتحط وديفنس وبتتشاط وبرده عصران وصلاح ولكن بحائط صد قافل الملعب. رضا هيكل وموقه في كورتين عملهم عصران ديفنس من سته 10/10 بصراحه توقع اكتر من رائع وديفنس اكتر من جيد. ارسال قوي واستقبال وتاني وتاني رفعه من بره التلاته متر لعبه عبد الحليم فهيم وهو فرحان بيديهاله بيه سريعه اهو من بره التلاته متر ممشيها له ملهاش غير الزاويه دي ومحدش متوقعها بيزود الفارق 11-6. دي خبره عبد الله عبد السلام بتظهر في الاوقات الحرجه. كوره واستقبال وجايه تاني سهله واندر وتانيه وبتطلع بيطلع عصران بسنجل بلوك وشايفين
الشبكة بتلعب وبترقص لوحدها في سهرة كروية بيتوج فيها إن شاء الله النادي الأهلي بطلا للدوري. أهو طالع معاه موقة وبيطلع عصران بقوة بسنجل بلوك مدلع الشبكة عبد الله عبد السلام. 12 الأهلي 6 الزمالك. كابتن فريق النادي الأهلي بيطلع خبرة السنين في آخر شوط ليه وتتويج النادي الأهلي بطلا لمسابقة الدوري العام المصري. أحمد عزب المميز سبايك سيرف قوي واستقبال وكورة بتيجي ودبشة وبتتحط في الزاوية ما يلحقهاش يضم عليها عبه بينزل اللاعب محمد عادل دولة مكان الجون محمد مجدي الجون سيدني بيعمل كل ما في وسعه وكرة قوية جدا من عصران بتطلع ديفنس وبترجع وبلوك ولا أقوى وتاني بيشوطها وبترجع تاني وبيعديها عبد الله وكرة قوية وعادل بيشوط كرة قوية جدا في الزاوية أنا مش عارف سيدني يعني بيدفع ببعض اللعيبة بيعمل محاولات إن هو يرجع الشوط تاني 8-12 القائم أو طبعا بيجريه الأسباني فرناندو مونزو علشان مش عايز يخلي في فارق زي ما حصل في الشوط الثاني ويبقى في نزيف للنقاط بشكل او باخر. طبعا قدامنا في طبعا تعليمات وتوجيهات محمد مهدي موقع على الارسال وارسال قوي واستقبال من احمد عزب وكوره لصلاح و بيتقال عليها دبل ولكن هي سريعه تسعة 12 ولازم نوقف الاربع خمس ارسالات بتوع موقع دولت اهو وكرة قوية من عصران وموقع في دفنس الكرة شايفين سريعة والفوق بياخدها عصران من نقطة جيدة جدا اهي قدامنا ممتازة في حاط الصد وما فيهاش ديفنس خالص 13 الاهلي 9 الزمالك عبد الحليم فهيم عبو على الارسال واستقبال وكرة بتيجي سهله وبتترفع وحاط صد ولا اقوى ثلاثي من عصران وحماده عثمان واحمد صلاح شايفين صلاح واقف وحمادة وعصران الكرة لا يمكن تعدي 14 الأهلي 9 الزمالك
عبد الحليم واستقبال وكرة بتترفع وكرة تانية بتيجي كده في ايد حواط الصد وما يطولهاش عزب وفي تهدئة واضحة جدا من المدير الفني الاسباني مونزو رضا هيكل سبايك سيرف اعلى من كرة قوية واستقبال وكرة بترجع وبتتحط من دبشة في ايد حوائط الصد في الخط بيعدل النتيجة 11-14 ابتدى الارسال في نادي الزمالك يقوى بتحط فيه ريسك اهو ريسك خارج الملعب 15 الاهلي 11 الزمالك نزل فتحي ومروان الصافي عشان يستفيد بثلاثة مهاجمين على الشبكة بعد إرسال رضا هيكل صلاح أحمد صلاح وإرسال واستقبال وكورة وبتتشاط وتفنس وبترجع تاني وعصران بيحط كورة كده وبترجع تاني وعكس اتجاهه ولكن مروان الصافي بيحط كرة في ايد حائط الصد عبد الله عبد السلام بياخدها منه بلوك جيد جدا. اهو ملهاش كفر 16 الاهلي 11 الزمالك. واحمد صلاح على الارسال ارسال قوي ولكن في الشبكة مصطفى إبراهيم دبشة 12 الزمالك 16 الأهلي سبايك سيرف إرسال قوي واستقبال وبتيجي وعصران بيشوط كرة قوية وقدامنا بتيجي كده سهلة وتاني وفين عبد الله من كرة الحكم الثاني حسام احمد بيقول شبكة على عبد الله واعتراض واضح دكتور الفريق طبعا كتف مصطفى دبشه مصاب دكتور الفريق احمد سعودي واخصائي العلاج الطبيعي عبد الرحمن بسيوني في نادي الزمالك وايضا النادي الاهلي فيه الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق واسلام اخصائي علاج طبيعي واسامه ابراهيم اخصائي تاهيل وكره قويه بيشوطها بقوه عصران في الخط بتيجي بنقطة مباشرة من جنب ايد مروان من فوق مروان ملهاش ديفنس من فتح 17 النادي الاهلي 13 نادي الزمالك عصران على الارسال ارسال قوي واستقبال وكرة سريعة بتتشاط بقوة من عادل بيعدل بيها النتيجة 14 الزمالك 17 الأهلي محمد عادل على الإرسال واستقبال وكرة قوية وبيشوطها عزب بشكل أكتر من رائع أحمد عزب من جنب إيد مروان الصافي طالع أهو
في الخط ملهاش ديفنس صعبة. 18 الأهلي 14 الزمالك. حمادة عثمان على الإرسال، استقبال وكرة سريعة وبتتشاط، بيحط كرة في الخط، أول كرة تتضرب من السربي كاتيتش لاعب نادي الزمالك. مروان الصافي على الإرسال، إرسال قوي واستقبال وكورة وعزب، بيشوط كورة قوية في حوائط الصد وداخل الملعب. ستاشر الزمالك 18 الأهلي، ولازم يبقى في تايم أوت طبعا من الأسباني فرناندو مونزو المدير الفني للنادي الأهلي، بيحاول يوقف الفارق اللي بيحصل أكتر من مرة من خلال بعض التغييرات اللي بيجريها البرازيلي سيدني، بيحاول بكل الطرق إن هو يغير في صفوف الفرقة، ولكن في ثبات داخل فريق النادي الأهلي واضح جدا. الاستقبال لازم يظبط عشان يتلعب سريع من قلب الملعب بشكل جيد. كورة خارج الملعب بريسك من مروان الصافي، تسعتاشر الأهلي ستاشر الزمالك. عبد الله عبد السلام، إرسال قوي واضح جدا وتلاتة بلوك، وبتيجي تاني وبيحطها أحمد عزب، وبترجع تاني وحائط صد ولا أقوى ولا أجمل من عبد الحليم فهيم عبو بشكل جيد جدا. نستنيها أهو، قبل ما ينزل كانت الكرة في الأرض، ما يقدرش يعمل لها حاجة اللاعب شريف الشرقاوي ليبرو الفريق. عبد الله عبد السلام وإرسالاته وكرة، مروان بيحط كرة قوية ولكن بتيجي في رجل الحكم خارج الملعب. 21 الأهلي 16 الزمالك، واعتقد هيجري التغيير البرازيلي سيدني مره اخرى بنزول رضا هيكل وياسين محمد. بالفعل اجرى التغيير، ارسال واستقبال وكره جايه كده اي كلام، وبيشوطها قويه جدا رضا، ولكن عزب وعصران عاملين دويتو في الديفنس اكتر من رائع، وكرة قوية ولكن في حائط الصد خارج الملعب. الكرة اللي فاتت عصران جاب الكرة من خارج الملعب، كانت في حائط الصد بشكل جيد جدا ولكن ما خلصتش. معلش كاتيتش وكرة من الليبرو الكوبي يوندر جارسيا في وقت مهم جدا، ما ينفعش تعدي كونتر اتاك في وقت ده خالص. احنا قدامنا اربع نقاط على انتهاء الشوط الثالث والمباراة لازم يبقى فيها تركيز، والفارق ثلاث نقاط. قدامنا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وإرسال قوي واستقبال وكرة قوية من عبد الحليم عبو من فوق حوائط الصد، قوية جدا جدا جدا.
22-18 بتاعت عبد الله عبد السلام ملهاش حل ولا ليها بلوك ولا ديفنس. احمد عزب ارسال قوي واستقبال وكره سريعه والمره دي ما طلعش خالص فيها ومتسابه كده وبيضحك طبعا فيها لوم. عملها موقع وياسين بشكل جيد. موقع ولازم نكسر الارسال ده بسرعه عشان هو مميز اهو لوحده من غير ما نتكلم احنا هو ضيعه. 23 النادي الاهلي 19 نادي الزمالك. كل شوط بيجيب من 4 لـ5 نقاط بارسالاته وحوائط الصد الجيده. واهو كله بيشجع وكله مبسوط وكوره قويه وحائط صد بتيجي في ايد. حماده ما ضمش، حماده عثمان ما ضمش. ملهاش ديفنس. 20-23 رضا هيكل ارسال قوي واستقبال وكوره وعصران المتألق. عصران المتألق بيشوط كوره من 4 في 4 بعد ما نزل عبد الرحمن الحسيني عشان الديفنس. كرة أكتر من رائعة بيحطها بشكل أكتر من رائع. سريعة بعيدة عن إيد عادل والفرحة كلها موجودة أهو قدامنا من المدير الإداري إلى أصغر لاعب. إرسال قوي جدا من أحمد صلاح وكرة بتطلع وبترجع تاني وبتترفع وصلاح صاحب الكلمة الأخيرة وبينهي الشوط الثالث واللقاء 25-20 وبكده توج النادي الاهلي بطلا لمسابقه الدوري العام المصري موسم 23-24 بفوز مستحق 3-0 على نادي الزمالك في ثاني اللقاء. 3-0 في اللقاء الاول و3-0 في اللقاء الثاني في مجهود اكثر من رائع. جهاز فني ولعيبه من كبار السن والخبره والشباب الكل قدامنا فرحان وهم ملوك الكوره في مصر فعلا بعد الفوز على نادي الزمالك وتتويجه بدوري رجال الكره الطائره. الف 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 مبروك. فرحه عارمه لصفوف النادي الاهلي شايفين الكل فرحان الكل فعلا عنده فرحة شديدة جدا بتتويج النادي الاهلي. بنشكر كل الموجودين والقائمين على جهاز الكرة الطائرة داخل النادي الاهلي. بنشكر المنظومة الرياضية داخل النادي الاهلي. بنشكر مجلس الادارة. بنشكر كل اللي موجودين من نشاط رياضي وجهاز فني واداري داخل النادي الاهلي وكل اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي سواء الخبرة والشباب. بشكركم. كان معكم محدثكم أسامة أبو زينة وتتويج بطولة الدوري قدامنا والميكروفون معكم مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكابتن رضا الغزالي والكابتن محمد كتاب.